نبدأ الآن بالتست الرابع. في التمرين الأول من التست الرابع هنا نلاحظ أن SIS و TAT و POP. هنا نلاحظ أن جميع هذه الكلمات تحتوي على تكرارية، وأنا كلمتي لا يوجد فيها تكرارية، وبالتالي هنا تعتبر إجابات خاطئة. الآن هنا الك مكرر في البداية وفي النهاية، والشيء مكرر في البداية والنهاية. لا يمكن حاليا التمييز بين الآ والإي كإجابات. أنا ماذا سوف أفعل الآن؟ أحاول أن أميز بين الآ. نلاحظ في العمود الأول هنا، في العمود الثاني نلاحظ هنا لدي حرف الأو والآ والآي واليو والآ. إذن يوجد تكرارية في حرف الآ في المنتصف، وبالتالي هنا نلاحظ أن لدي هنا اثنان اثنان، وبالتالي الآ تمثل الرقم اثنان بهذا الشكل، وأنا كلمتي لا تحتوي على آ، وبالتالي حكما اليو سوف تكون أربعة، أربعة بهذا الشكل، وبالتالي تعتبر إي إجابة خاطئة والجواب هو آ. في التمرين الثاني هنا يوجد ت مكرر ثلاث مرات في البداية، وبالتالي ت يمثل الرقم واحد، ومرة في النهاية، إذن ت يمثل الرقم واحد، وأنا كلمتي لا تحتوي على الت، وبالتالي حكما الشفرة الناتجة لا تحتوي على الرقم واحد، وبالتالي كل إجابة تحتوي على الرقم واحد هي إجابة خاطئة والجواب هو جي. في السؤال الثالث هنا بإجراء المطابقة ضمن العمود الأول نجد لدي واي واي ان ان، وبالتالي هذه الكلمة المكونة من مجموعة أحرف تقابل، هنا لدي ثلاثة ثلاثة صفر صفر تقابل التسعة، هنا تسعة اثنين ثمانية، ولحسن الحظ هي نفسها الشفرة المطلوبة، وبالتالي الجواب هو آ. في التمرين الرابع هنا ننظر إلى العمود الأول، نلاحظ لدي يو يو يو، وبالتالي هنا لدي خمسة خمسة خمسة، وبالتالي هنا الخمسة محذوفة. الآن يجب أن أميز بين هذه الصيغة الأو والآ. نلاحظ أنك في كلمتي لا يوجد تكرارية، وهنا يوجد تكرارية، وبالتالي بكونها تحوي على تكرارية هي إجابة خاطئة والجواب هو إي. في التمرين الخامس هنا نلاحظ يوجد لدي تكرارية في منطقة الآي، ولا يوجد تكرارية أخرى، وبالتالي هنا نلاحظ أن الآي تقابل العدد خمسة. لما كانت الآي خمسة هنا في المنتصف يوجد لدي العدد خمسة، وبالتالي هنا الصيغة ستة، ليست هنا الستة، ستة خمسة واحد، وبالتالي ببساطة يعني هنا الستة تقابل ال. لما كانت الستة تقابل ال، الآن هنا لدي ستة، هذا يؤدي أنه هذه الصيغة ألا وهي ثمانية ستة سبعة تقابل، وبالتالي الأو تمثل الثمانية. لما كانت الأو تمثل الثمانية، وبالتالي هذه الصيغة تسعة اثنان ثمانية تمثل اليو ان او، وبالتالي الان تمثل الرقم اثنان، وبالتالي الجواب هو جي. في السؤال السادس هنا نلاحظ أنه لدي الام تمثل الرقم سبعة، وبالتالي هذه الشفرة المكونة من مجموعة رموز تقابل هذه الشفرة المكونة من مجموعة أحرف، إذن هنا هي سوف تقابل التي تقابل الزيرو، الإي تقابل الاثنان، والزد تقابل الستة، وبالتالي هنا سوف تبدأ كلمتي بستة، وبالتالي هنا هذه الصيغة هي عبارة عن الستة اثنان سبعة. الآن من العمود الثاني هنا نقوم بإجراء عملية المطابقة، لدي يو يو وإي واحدة، وبالتالي على هذا الأساس يو تمثل الرقم ثلاثة، إذن يو تمثل الرقم ثلاثة، وأنا ليس لدي يو في المنتصف، لدي إي، وبالتالي حكما الإي تمثل الاثنان هنا، والإجابة هي جي. في السؤال السابع هنا من العمود الأخير، آر مكرر ثلاث مرات والإس مرتين،
وبالتالي ببساطة الـ R تمثل الرقم 9 والـ S تمثل الرقم 5، وبالتالي كلمتي سوف تبدأ بـ5 وتنتهي بـ9، تبدأ بـ5 وتنتهي بـ9. الآن لما كانت الـ E تبدأ بـ5 وتنتهي بـ9، هنا من العمود الأول أو من العمود الثاني، هنا من العمود الثاني لدي U E E، وبالتالي هنا الـ F هذه الكلمة تساوي إلى، لدي هنا 4 4 8 8 تساوي هذه الكلمة، وبالتالي الـ E هي 8، هنا 4 خاطئة، وبالتالي الإجابة هو A. في السؤال الثامن هنا العمود الأخير لدي الـ R مكررة مرتين، على هذا الأساس لدي هنا 3 3 5 6 1، وبالتالي الـ R تقابل 3. ننظر في الإجابات، لدينا R هنا و R هنا، وبالتالي كلمتي سوف تبدأ بالرقم 3. من كل الإجابات لا يوجد كلمة تبدأ بالرقم 3 سوى الإجابة B هي الإجابة الصحيحة. السؤال التاسع، ننظر إلى العمود الأخير لدي هنا الـ B مكررة مرتين والـ K مكررة مرتين، وبالتالي هذه الصيغة المكونة من مجموعة أحرف تقابل إلى، هنا لدي مثلث مثلث مربع مربع تقابل هذه الصيغة، ولحسن الحظ هي الصيغة المطلوبة، وبالتالي الجواب هو E. في السؤال العاشر من نفس الأسلوب، هنا نلاحظ أن الواي مكررة مرتين، البي أيضا مكررة مرتين، أيضا لدي التي تحتوي على تكرارية، ولدي أيضا الاس تحتوي على تكرارية، ولحسن الحظ الشفرة التي سوف تبقى لدي التي لا تحتوي على تكرارية في العمود الأول والثالث هي الشفرة المطلوبة. الآن نقوم بحذف الإجابات، هنا لدي 2، هنا لدي 5 أو 3 مع 3، لدي الآن أيضا الاثنان مع الاثنان والخمسة مع الخمسة، وبالتالي الجواب هو D. في السؤال الحادي عشر، هنا يوجد لدي تكرارية وحيدة في المنطقة الأولى والثالثة ولا يوجد تكرارية أخرى مطابقة لها، وبالتالي هذه التكرارية تقابل 7 5 7، وبالتالي ببساطة الكي تمثل الرقم 5، وبالتالي كلمتي سوف تنتهي ب5، وبالتالي هنا تنتهت ب4 7 6 6، والجواب هو جي. السؤال الثاني عشر والأخير من التست الرابع، هنا نلاحظ لدي كي كي اي اي، وبالتالي هذه الكلمة المكونة من مجموعة أحرف تقابل، لحسن الحظ هي نفسها الشفرة المطلوبة. هنا لدي 7 7، لدي 5 5، وبالتالي الجواب هو 8 6 4 هو الإجابة الصحيحة، وشكرا لكم.